آخر سؤال نختم فيه، لو تقدم لأختي خاطب وأنا أشك في ماله لأنه يعمل في شركة تقسيط، قد يحتمل أن فيها شرطا ربويا، هل علي أنا أن أتحرى وأبحث هل في عمله شبهة؟ ولو كان في شبهة هل أرفضه بسبب هذه الشبهة؟ الجواب عن هذا: لا يرفض الخاطب صاحب الدين والخلق بمجرد الشك في مثل ذلك، لا سيما في هذه الأزمنة التي عمت فيها البلوى وكثرت فيها المكاسب المختلطة وانتشرت فيها البطالة وضيق ذات اليد، وإنما يتحرى عن طبيعة العمل الذي يمتهنه. والعمل في مثل هذه الشركة التي تذكرها ذو شجون، يعني أقسام متعددة مختلفة، ولا يعتزل منها إلا ما تعلق بكتابة الشرط الربوي أو الإشهاد عليه، ويبقى ما وراء ذلك على أصل الحل. وهب أنه يعمل في هذا القسم فإنه يناصح ويطلب منه الاجتهاد في توفير البديل والتحول إليه عند أول القدرة عليه، ويصبر عليه في ذلك، فنحن دعاة وهداة ولسنا قضاة ولا جلادين، وإن استحياء العصاة بالتوبة أحب إلى الله من هلاكهم على المعصية. أسأل الله لنا ولك يا بني التوفيق والسداد والرشاد، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.